Hi everybody, I'm Danat Mahmoud from Nasr Girls College. I'm a student at Nasr Girls College. I'm a world devout for Minecraft Education Edition and Egypt's different landmarks. I'm a student at Nasr and I'm a hotel at the tourists. I'm a receptionist and I'm a student at the hotel. I'm a student at the hotel. I'm a student at the pyramid. فالبيراميدز هي عندنا ثلاث بيراميدز. انا كنت عامله الاساسي هو الجريت بيراميد, اما الباقيين دلوقتي انا عامله بشكل ماشي يبان اكتر اللي هما كانها في بيراميدز بتاعت الجيزه موجودين في حضرة الجيزه. فالجريت بيراميد دوت اللي بناها هو خوفو طبعا انا عملت من الساند ستون 71 في 71. عملت اني بالساند ستون ايوه غطيته بالستيرز قصدي اي من ساند ستون مسموه ساند ستون ستيرز. وبرضه التانية عملته بنفس الحاجة بس أبعاد مختلفة يعني. المهم معلومات جريت بيراميد اوف جيزة. ده تورست برضه حطيته عشان يبان يعني في تورست كده باين يشوفوا الأهرامات. وهنا الميز عملت ميز جوه برضه بعدها يعني مش عارفة هيبقى شكلها كويس ولا لأ, موجودة ولا لأ مش عارفة الصراحة. عملتها من جوه برضه كات ساند ستون, هو كان أكبر من كده بس أنا صغرت الأهرام شوية عشان يعني يكفي المتاحة من جوه يعني مصغرتش. فعملت برضو المتاحة تودينا على أوضة بتاعة التابوت بتاع الفرعون فرعون خوفو مثلا. فهنا أنا احنا كسبنا كده الجايزة. نرجع تاني للهوتيل, نرجع تاني على الطلوع على الجايد. فدلوقتي هنروح التمبل اوف هاتشبسوت. التمبل اوف هاتشبسوت موجودة في لوكسر. هي المفروض هي مش عارفة هي نفس الشكل الصراحة ولا لا, بس انا حاولت اعملها نفس الشكل على قد ما اقدر يعني. فانا عملته من الساند ستون وانا ما حسبتش صراحة بالظبط, ما حسبتش يعني بالظبط انا عملته بالنفس, ما حسبتش يعني الابعاد اللي انا عملتها بيه عشان كنت عمالة احاول مركزة على ان انا اعمله بنفس الشكل, فما حسبتش الابعاد اوي. عملته في ساند ستون وغطيت شوية حتت بالسموث ساند ستون وبرضه السلالم اللي عملتها بساند ستون والسلاب ساند ستون برضه, وعملت الأعمدة من الكات ساند ستون. الحتة دي أنا كنت حاولت أعمل يعني إن أنا دخلت وطلعت, بس أنا أصلا مكنتش عاملة حاجة جوه, فا حاولت أعمل إيديت كده بس بصراحة شكلها مش باين أوي. هنا عملت جريت سفينكس أوف جيزا برضه في نفس الحتة في الجيزا. يعني أبو الهول أهوت مش عارفة شكلها حلو ولا لا, بس أنا دلوقتي عملت النايل نهر النيل وعملت كل معلم سياحي يعني على النهر يعني جنب النهر يعني كده. هم المفروض ده عملاق ممنون كولوسي أوف ممنون دوت أمن حط يعني اتبنى عشان أمن حطب التالت. هو موجود في لوكسور برضو, ودي المعلومات اللي حطيت عنه. هو موجود المفروض على في غرب لوكسور يعني, بس مشكلة يعني ان ما كانش مكفي يعني جنب تمبل اوف هاتشبسوت, فحطيته في الناحية التانية. انا دوت تراجانز كايسك ماشي, هنشوفه بعدين يعني. هنا انا عملت الستيب بيراميد اوف زوسر, يعني الهرم بتاع زوسر هو اول هرم طبعا انبنى. عملت صراحة ترى سيمبل يعني سهل كده, حاولت اخليه مدرج قوي كمان. فعملت من سنة سيمبل. هنا عملت مخيمات للبدو كده, بدو روح حلو يعني ممكن بدو ترس يعني يجي يقعدوا فيها عشان يشوفوا معايا. هنا تراجانز كيس كشك تراجان, هو يعني مش من المعالم السياحية بتاعت الفراعنة أوي يعني, هو روماني يعني. عملت برضه من ساند ستون وعملت حطيت عملت الأعمدة برضه من القط ساند ستون, وعملت برضه قرية هناك يعني مفيهاش بيوت كتير. هنا كنت هشوفكم هوريكم يعني الباقي من المكان. هنا القرية اللي أنا عملتها برضه فيها قرويين ممكن الترست يجي يشوفوها برضو. وهنا الدلتا عملت نهر النيل والدلتا وادي النيل والدلتا. وهنا
انا برضه عملت قرية، يعني تمام كأنها قرية سياحية وفيها هوتيل هناك اهو. هي قرية من اصل بيت القرويين، وحاولت اعملها بشكل كويس عشان كمان مش بيت القرويين اه، بس انا حطيتهم برضه عشان اني اخلي المكان كده شوية، يعني اخلي المكان يكون فيه حياة كده، يعني يبان كأن في ناس عايشين كده. فأنا عملت برضه حظيرة للحيوانات عشان كان في حيوانات كتيرة عمالة تتمشى في كل حتة، فرميتهم هناك. وهنا هنروح على طول على الهوتيل، وكده بوريتكم المكان كله، ويا رب يعني يكون شكله كويس بالظبط مع المساحة بتاع مصر. مع السلامة.